لتلك بالصواب 10 أو سجلت في كل في العشرة المباريات سجلت ثلاثية على أرضية مسرح الأحلام. ما هو إحساسك؟ هل تحقق الحلم؟ شيء عظيم أن نفوز بوقع 5-0 على أرضية مسرح الأحلام. كنا ندري أن المباراة ستكون صعبة ومحتدمة، لعبنا بأسلوبنا المعتاد ودخلنا المباراة بقوة منذ البداية. ما الذي حدث بنادي ليفربول؟ من أين أتت ميدان؟ أردنا أن نبني بلاء الحسن على أرضية الميدان في العشر مباريات. دائما أنا سعيد جدا بتسجيل الأهداف وأسعد أكثر بالتلاعي بدور صانع الألعاب لزملائي. أحاول دائما أن أبني بلاء الحسن وأحصل على مطاف حصلنا 3 نقاط ونفكر في المباراة القادمة. إذن هل يمكن القول أن بداية الموسم كانت مثمرة؟ منذ بداية الموسم حاولنا أن نفوز بكل مباراة لحصد اللقب. إذا أردت أن تفوز باللقب عليك أن تبني بلاء الحسن على أرضية الميدان وتحصد كل النقاط الممكنة. منذ البداية كنا جاهزين لخوض غمار هذه التجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز. الجاهزية الذهنية كانت موجودة لدى كل اللاعبين. وقع تحفيزنا بطريقة جيدة من قبل المدرب. أعتقد أن الجماهير المدربة ستكون غاضبة، ولكن أنتم سعداء جدا بالفوز على أرضية مسرح الأحلام.